ومع سابق تجربة القاسية فيما يخص الجدليات في المنظمات الطلابية آنذاك والأحزاب السياسية، ظهر لي أن البحث والعمل في صميم المجتمع هو الطريق الأنسب. كان ذلك أواخر 67 وبداية 68. أساسا كانت تجربتي القاسية من جراء الدغمائية، سواء تلك التي سكنت الفكر الوطني النقدي والقومي أو الفكر ما سمي بالفكر التقدمي الاشتراكي والماركسي، ناهيك عن الفكر التعادلي الاستقلالي الذي كان يردد أطروحاته بينما كانت الأعيان من المدن تستولي على قطاع هام من الاقتصاد الوطني تحت ذريعة المغربة. طبعا كنت أقرأ ماركس ولا زلت أقرأه، وكذلك أقرأ إنجلس ولينين وأقرأ فرويد وغيرهم. كنت أقرأهم كي أتعلم نظرياتهم ومناهجهم وأفكر بها وأفكر معهم وأفكر خارجهم وأفكر بالاستعانة بالفلاسفة بالمفكرين المسلمين وغير المسلمين وبأفكار أخرى. وكانت العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لعامة الشعب في إطار الحرية من اهتماماتي الأساس، ولا زالت إلى اليوم من اهتمامي الشخصي الأساس، ولكن الأهم بالنسبة لي كان هو تعلم التفكير واستعماله بدون قيد ولا شرط.